طب ايه هي العناصر الغذائيه بقى تحديدا؟ في عناصر اسمها عناصر الكبرى اللي هي النبات بيحتاجها بكميه كبيره، اللي هي النيتروجين والفوسفورس والبوتاسيوم، بيسموها الام بي كي. دي العناصر اللي النبات على طول بيحتاجها بشكل دائم بكميه كبيره. وفي عناصر صغرى تانية زي الصوديوم والبوروم، عناصر يعني انواع تانية مختلفه النبات بياخدها بكميات اقل شويه. فاحنا بنحاول ان احنا في السيستمز دي نقدم المحلول المغذي المتكامل اللي النبات يقدر يستفيد منه بالعناصر الكبرى والعناصر الصغرى بتاعته. وبنحاول ان احنا ما نعقدش الدنيا على الناس اللي هي ما عندهاش فكره عن الزراعه. بنحاول ان احنا نقول للناس خد المحلول المغذي ده حطه في التانك بتاعك، وده هيخلي النبات بتاعك ينمو بشكل طبيعي. طب هي مش كتر يعني مش كتره الميه في الاحواض اللي بتعملوها دي ممكن تاذي الزرع؟ انت بتدي كميه الميه بالقدر الكافي. النبات زي الانسان، تمام، لو انت حطيت لك اكل قدامك او ميه كتير قدامك يعني ممكن تقعد تاكل، بس بعد كده توصل لمرحله ايه؟ شبع. مش هياخد، يحصلوا زي ساتوريشن او ساتوريشن. هو بيبقى الميه قدامه بياخد اللي هو عايزه، واول ما يكتفي خلاص مش بي ايه مش بيحاول ان هو ياخد تاني. انا النقطه اللي انا عايز اقولها لك ان احنا الزراعه التقليديه بتاعتنا احنا اولا بنهدر الميه، احنا بنبقى فاكرين ان احنا بندي للزرع ميه والزرع كده بينمو. النبات ما بياخدش كميه الميه اللي احنا بنديها له دي بالظبط. في اوقات بندي ميه زياده عن اللزوم وبنهدر كميه ميه غير مستفاده طبعا. فده بيأثر كمان سلبيا، بيضيع لك الموارد وبيأثر سلبا على النبات.